بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعينا الكرام أينما كنتم. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا اليوم. يلتقي اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024 منتخب المغرب نظيره تنزانيا في بداية مشوار المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية، ويستضيف اللقاء استاد لوروان بوكو في مدينة سان بيدرو، وتنطلق صافرة بداية المباراة تمام الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب، 8 بتوقيت مكة المكرمة. هذا ستكون مباراة المغرب وتنزانيا مباشرة عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية وبين سبورتس ماكس 3، وسيتولى المعلق المغربي جواد بدأ التعليق على مجريات اللقاء. كما سيتم نقل مباراة المغرب وتنزانيا على عديد القنوات المفتوحة، وهذه تردد القنوات.